مالك عطيات؟ مفيش. الأستاذ عبده معاك؟ لا. أمال أنت عرفت إن أنا هنا إزاي؟ كان عندي ميعاد معاه في الشهر العقاري، وهناك فوجئت بالحصل. عطيات، أنا جايلك لأن أنا حاسس إنك مظلومة. عبده تسوقي عامل لك قضية جمع بين زوجين في وقت واحد. جمع بين زوجين؟ هو قال لك كده؟ أيوه، لأن تاريخ عقد الجواز اللي أنتي عملتي له صحة توقيع في المحكمة كان قبل جوازك من الحاج نور بتاع شركات توظيف الأموال. ما حصلش، والله ما حصل. يا سيادة الوكيل صدقني، جواز عطيات من الحاج نور ده كان مجرد جواز شكلي بس، ما تمش بالفعل، لأن في الوقت ده كانت متجوزة عبده دسوقي، والموضوع ده تم بالاتفاق بين عطيات وعبده دسوقي نفسه. اقعد يا أستاذ عبد الحليم، وريت تقول كلام العقل يصدقه. للأسف هي دي الحقيقة. لو افترضنا أن كلامك ده مظبوط، اديني دليل مادي واحد. عطيات، عطيات هي الدليل ده. يبقى اسمح لي أقول لك أنك اتورطت في القضية دي، لأن اتهامها لعبده دسوقي مش دليل مادي، وعليها أن هي اللي تثبت مش هو. ما عشان كده حضرتك أنا عملت صحة توقيع على عقد الجواز العرفي. صحة التوقيع دي هي دليل الإدانة ليها، لأن التاريخ الموجود قدامي على عقد الجواز سابق لجوازها من الحاج نور. مفيش جواز تم أساسا بين عطيات والحاج نور. تاني يا متر، دي البلد كلها عارفة أن عطيات كانت مرات الحاج نور، وصورها في الصحافة والتلفزيون معاه، وهما بيوزعوا الجوائز في البرامج التلفزيونية اللي بيضحكوا بيها على الناس. اللي عملته عطيات ده ملوش غير معنى واحد، إنها بتنتقم من الأستاذ عبده، لأن هو اللي كشف إن النوري نصاب كبير. وأنا واثق إن مفيش خلوة شرعية تمت بين عطيات والنوري ده. عطيات بتأكد الكلام ده. أنت ليه بتصعب الموضوع على نفسك قوي كده يا متر؟ طب استفسار حضرتك، لو عبده دسوقي كان طلع عطيات، إيه بقى اللي خلى عطيات تحتفظ بعقد الجواز العرفي لحد دلوقتي معاها؟ ممكن يقول إن هو نسيه، أو هي قالت له إنها قطعته، فما حبش يروح أو يشوفها بعد ما عرف إنها اتجوزت، فشيء طبيعي بعد ما تتجوز من النوري ما يكونش في عقد تاني. في مليون رد يا متر. عايز نصيحتي، تسيب القضية دي وتقول إنك عملت إثبات التاريخ ده وإنت ما كنتش تعرف حكاية جوازها بعد كده. مش المفروض طبعاً إن أنا أقول لك الكلام ده، لكن صدقني أنا بقوله لك بشكل شخصي، خصوصاً أنا عرفت في أول ما تقابلنا إنك لسه حب جديد.